ارتقى العجز التجاري لتونس بنسبة 15.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بسبب ارتفاع حجم الواردات وتراجع إنتاج الفوسفات، وذلك وسط نقص الاستثمار. وقد ارتفعت الواردات بنحو 35 مليار دينار، فيما لم تسجل الصادرات إلا زيادة ب 26 مليار دينار، ما وسع العجز مع عديد البلدان. الصين هو أول بلد نسجل معها عجز تجاري يقدر تقريب 30% من العجز الإجمالي للميزان التجاري التونسي. البلدان الأخرى هي إيطاليا، تركيا، روسيا، أوكرانيا، وعندنا فائض مع بلدان أخرى كما ليبيا، كما المغرب، وحتى على مستوى البلدان العربية عندنا بلدان عندنا معها يعني ديفيسيت كما مصر. وقد ارتفع خلال السنوات الماضية حجم المواد الاستهلاكية المواردة بنسبة بلغت 25% من مجموع الواردات سنة 2020 مقابل 4% فقط قبل سنتين، ارتفاع دفع عديد الأطراف إلى المطالبة بوقف توريد عديد السلع والكمالية مرحليا على الأقل، كما دعت إلى مراجعة عديد الاتفاقيات التجارية والتخفيف من الإعفاءات والامتيازات الجبائية. احنا ما عندناش مواد أولية، راه ما تنساش مواد أولية ومواد تجهيز ومواد مصنع اللي نجيبوا فيه من الصين شنو، وحتى من تركيا راه نجيبوا برش عديد المواد الاوليه نجيبوا فيها من تركيا نصنعوها في تونس ونعاودوا نصدروها للاتحاد الاوروبي، وهذا هو كان السبب الرئيسي في ابرام هذه الاتفاقيه. عندك الاكثر من 2000 مليون دينار في قسط كبير ياسر مواد اوليه من لصناعة النسيج لصناعة الأحذية. وقد أكدت المديرة العامة للتعاون الفني والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، أكدت العمل على متابعة عديد اتفاقيات التبادل التجاري بعد توسع عجز الموازين التجارية الثنائية أو حتى متعددة الأطراف. متابعة التنفيذ، متابعة التنفيذ أكثر من مراجعة، وحتى كان نطلب مراجعة مثلا توسيع في قوائم السلع، تخفيف في الدوان ولا ترفيع، يعني هذاك هو اللي يصير. مثلا مع تركيا تلاقينا عديد المناسبات، مثلا رفعنا في حجم الكوتا، يعني الكوتا تاع تصدير التمور الى تركيا، رجعنا الفصل 17 من الاتفاقيه وفرضنا معاليم ديوانية على قائمة كبيرة من السلع، وهذا تسمح الاتفاقية. كما أكدت المديرة العامة العمل على تقييم عديد الاتفاقيات ومنها اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، واعتبرت أن نتائجها الأولية أظهرت نوعا من التوازن على مستوى التبادلات. الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي يعتبر يعني باهي، حيث أن نسبة التغطية ديما فوق 90%، وعنا عديد الشركاء التجاريين كما فرنسا وتشيكا وعديد البلدان اللي عنا معهم أما توازن في الميزان التجاري ولا فائض لصالح تونس كما فرنسا اللي عنا معها فائض كبير. يذكر أن كلفة الإعفاءات والامتيازات الجبائية وحدها والتي قد شملتها عديد الاتفاقيات تبلغ 4.9% من الناتج الخام، ما يعني أن مراجعتها كفيلة بتعديل الميزان التجاري وتعزيز موارد الدولة.